فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ابتلاه الله سبحانه بالتدخين وبالعادة السرية، وقد حاول تركها مرارا ولكنه عجز عن ذلك، يقول: فما نصيحتكم لي؟ ما يعجز عن ذلك، لكن ليس عنده عزيمة، ليس عنده عزيمة، هذا عنده ضعف في العزيمة، يعزم ويحسن النية ويدعو الله أن يعينه ويترك هذه الأشياء. ترك الناس أمورا أصعب من هذا، تركوها وهم يحبونها ويألفونها، لكن تركوها لله، تركوها لله عز وجل، وأعانهم الله على تركها. فأخلص النية لله واعزم على تركها. أيضا ابتعد عن أهلها، لا يروجونها عليك أو يرغبونك فيها، ابتعد عنهم، جالس أهل الصلاح والاستقامة. نعم.